مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم الجولة المرورية ونبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي. لكن قبل ما نبدأ جولتنا المرورية في عدد من المحافظات، بنأكد على حضراتكم أن طريق اسكندرية الصحراوي والطريق الساحلي تم فتحه بعد إغلاقه لعدة ساعات، وده بسبب الشبورة الكثيفة واللي ظهرت بشدة في منتصف اليوم وحتى بعد الفجر، وتم إغلاقه للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة دي. وطبعا لازم نناشد قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة واتخاذ كافة التدابير اللازمة. خلونا نبدأ مع حضراتكم الجولة المرورية، ونبتدي دلوقتي من محافظة القاهرة وبالتحديد من ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة، وفي شوارع تانية هنلاقي فيها سيولة مرورية. على طريق الكورنيش هنلاقي كثافات مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، كمان الكورنيش المتجه للمؤسسة في بعض الكثافات المرورية. طيب لو رحنا كوبري أكتوبر هنلاقي هناك كثافات مرورية مستمرة لحد العباسية، هنفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية هنلاقي سيولة مرورية هناك. في كمان كثافات تانية في الاتجاه العكسي التاني لكوبري أكتوبر، ونفس الموضوع للمتجه من ميدان التحرير ورايح لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة. كمان ظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للطريق الدائري. في محافظة الجيزة وبالتحديد من شارع ترسا اللي بيشهد بعض الكثافات المرورية نتيجة غلق الشارع، شارع الهرم في الاتجاهين، كمان بتظهر كثافات تانية متحركة في شارع السودان وحتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت فيه كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. ولو رحنا شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية ولحد الطلبية، وبيشهد الطريق الدائري كمان كثافات مرورية متحركة في نزلة شارع البحر الأعظم وصولا لمنطقة الدقي وحتى ميدان الجلاء، وبعض الكثافات أعلى الدائري المريوطية للمتجه من الصحراوي وحتى مناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية. تعالوا نروح لمحافظة الأليوبية. لو أنت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية مثلا وماشي على الطريق الإقليمي، يفضل أنك تكمل في طريق شبرا بنها الحر علشان ما فيش أي كثافات، ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. واللي جاي من الزراعي بتظهر كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، لكن أصبحت أقل من المعتاد، وبيشهد الاتجاه الثاني كثافات متقطعة وسط طبعا متابعة بصفة دورية لحركة سير السيارات لسحب أي كثافات مرورية ممكن تظهر على الطريق لمنع ظهور زحام مروري للمركبات. كمان انتظمت حركة سير السيارات في الطريق الزراعي أمام اللي قادم من مدينة بنها وفي طريقه لميدان المؤسسة ومنطقة المظلات. خلونا نكمل جولتنا المرورية ونروح لحد محافظة بورسعيد. هناك سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في ساعات الذروة الصباحية، زي مثلا شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة بتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. وهنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية موجودة دلوقتي، ومن طرح البحر نروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لآخر الشارع.